توجهوا الحوار بالكيان الأخوي وعلى المصادقة على هذه البنود التي لها طابع اقتصادي واجتماعي مهمة جدا، خاصة المواضيع التي تناولتها مواضيع حساسة، مواضيع تهم الجامعة العربية وعلى رأسها الأمن الغذائي. وحين كلمة إلى الدكتورة إذا بدها تضيف أي شيء تفضل. مش عرب الماي حضرتك محتاجين نعرف الماك بتاعتنا دي قبل الماي. شكرا معالي الوزير. انا التقيت امس في هذه الكوكبه من الاعلاميين، سعيده جدا ان التقى اليوم ايضا فيهم. احب ايضا ان اتقدم بالشكر والتقدير باسم الامانه العامه لجامعه الدول العربيه للجمهوريه الجزائريه على جميع ما قدمته لانجاح اعمال هذا الاجتماع الاقتصادي الاجتماعي، وعلى القياده الحكيمه اليوم لمعالي الوزير. كما ذكر تخلل النقاش والحوار لمشاريع القرارات يعني العديد من الملاحظات القيمه التي افاد بها مندوبي واصحاب المعالي الوزراء ومندوبي الدول العربيه الذين شاركوا في هذا الاجتماع. والحمد لله هناك طرح 24 بند على جدول الاعمال تم اقرارها جميعا، فهذه البنود مهمه جدا سترفع للقمه. وهذه البنود كما ذكر هناك في بنود طبعا اقتصاديه وبنود اجتماعيه، وجميع هذه البنود تمس حياه الانسان العربي وخاصه في المرحله الحاليه. والقمه الحاليه قمه هامه جدا لانها تاتي بعد عامين من انقطاع بسبب جائحه كورونا، وكان هناك في ايضا احد المواضيع اللي هي اثر جائحه كورونا على الوضع الاقتصادي والاجتماعي في المنطقة العربية الذي تأثرت فيه جميع دول العالم. وطبعا يمكن أول بندين على جدول الأعمال تلخصوا ما قامت به الأمانة العامة حتى خلال الجائحة من مهام، خاصة تقرير معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية حول العمل التنموي الاقتصادي والاجتماعي. شكرا معاليك، وأشكر مرة أخرى الجمهورية الجزائرية على جميع ما قدمته لإنجاح أعمال هذا الاجتماع، وإن شاء الله احنا نطلع إلى قمة ناجحة، قمة تضامن عربية ناجحة. شكرا سيدة الرئيس. إن شاء الله. شكرا الدكتورة. قبل ما أحيل إلى الأسئلة أجدد شكري إلى كل إطارات الأمانة العامة للجامعة العربية وكل المندوبين من جميع الدول العربية على المشاركة القيمة وعلى إطلاعهم بهذه التوصيات أو البنود 24 التي في نهاية المطاف سترد بالنفع العالم العربي في الجانب الاقتصادي والاجتماعي. تفضل. تفضل. سؤال كل واحد فقط. تفضل. الخير سيد الوزير عبد الله منظور، قناه البلاد الجزائريه. سيد الوزير، تعمل العديد من الدول العربيه على تعزيز التجاره البينيه فيما بينها، والجزائر في هذا المجال لها علاقات تجاريه مع مؤخرا مع دوله موريتانيا. ولكن شاهدنا ان بعض قوافل التجاره الجزائريه المتوجهه نحو موريتانيا تعرضت لاعتداءات راح ضحيتها جزائريين وموريتانيين. هل الجامعه العربيه تطرقت للاعتداء الذي تعرضت له القوافل التجارية بين الجزائر وموريتانيا؟ شكرا. تفضل. ناخذ واحد وسط واحد شرق واحد. السلام عليكم معالي الوزير. ربما البارز في انشغال العرب اليوم هو الأزمة الأوكرانية عقب تذبذب توزيع القمح. هل هناك مادة صريحة في مشاريع أو مشروع القرارات المدرجة في الجامعة العربية من أجل إيجاد آلية عربية لتثمين منتوجاتنا وأراضينا وقدراتنا البشرية ورؤوس أموالنا لتحقيق ما يسمى بالاكتفاء الذاتي العربي والأمن الغذائي؟
العربي المنشود والذي أصبح سلاحاً حتى في الجبهة الداخلية لضرب واستقرار الدول العربية. شكراً. السلام عليكم. اسمي رفرين شمس صاحبة النهار الكويتية. سؤال متعلق أيضاً إلحاقاً بسؤال الزميل فيما يخص الأمن الغذائي، ونحن نعيش في العالم ككل في ظل الحرب الأوكرانية الروسية. هل العرب لديهم وعي كافي بما يحدث، خصوصاً وأن استيرادهم أو نسبة استيرادهم للقمح من أوكرانيا وروسيا تتجاوز 45% من احتياجاتهم؟ وهل أيضاً أن هناك اتفاق عربي في قضية تمويل الصندوق المقترح للاستراتيجية المطروحة للأمن الغذائي؟ شكراً. أعتقد نجيب على الأسئلة ثم تفضلي دكتورة. شكراً. واضح أن معظم الأسئلة يعني تشير إلى موضوع الأمن الغذائي العربي، وكان هناك في مشروع قرار هام جداً يتم مناقشته حول الأمن الغذائي العربي، وطبعاً كان في هناك توجيه الشكر والتقدير لدولة الكويت على إعداد استراتيجية شاملة للأمن الغذائي العربي. بالنسبة لموضوع التأكيد، كان في موضوع هام جداً لتحسين النوعية التكنولوجية للقمح المنتج محلياً في المنطقة العربية، وخاصة التأكيد على رفع القدرات الإنتاجية للدول العربية من هذه القمح. طبعاً هذا كما ذكر الجميع، كان الحرب الأوكرانية لها أثر كبير جداً على العالم وعلى المنطقة العربية بشكل خاص. الظروف الحالية يعني بانتشار السوق العالمي يعني أكدت الدول العربية في هذا الاجتماع على ضرورة تحسين نوعية القمح، وحث الدول العربية على تبادل الخبرات والتجارب في هذا المجال. وأيضا تم تكليف العديد من المنظمات العربية المعنية بإعداد دراسات حول ذلك، وكان في هناك رؤية لجمهورية السودان بشأن الأمن الغذائي العربي. كان موضوع الأمن الغذائي العربي من أهم المواضيع المحيطة اليوم، وكان في نقاش مستفيض حول ذلك. تم تكليف الأمانة العامة جامعة الدول العربية بإعداد مشروع استراتيجية حول الأمن الغذائي العربي، أخذ بالاعتبار جميع المبادرات التي تقدمت بها الدول العربية والمنظمات العربية. شكراً سيدة الصدر. وأكيد بالإضافة إلى ما تكلمت عليه الدكتورة، قضية تدعيم التنمية الزراعية العربية وتحقيق الأمن الغذائي كان في صلب المواضيع التي تناولها الخبراء. لا يخفى عليكم بأن صدمة كوفيد 19 وصدمة ما يقع في أوروبا الشرقية ومن الاهتزازات والبرودات التي أصابت خاصة العالم العربي فيما يتعلق بقوته، خلى الإخوة العرب أنهم يفكرون بجدية سبل وطرق استراتيجيات البحث على تحقيق الأمن الغذائي. وهذا ما أخذ يعني مكانة مهمة جدا من بين البنود التي تم الاتفاق عليها. فالإخوة العرب تكلموا على النقاط التي تجمعهم وتفادوا النقاط التي تفرقهم، لأن هذه القمة هي قمة جامعة شاملة، والإخوة العرب أرادوا أن تكون هذه القمة من جزائر الشهداء أن تكون قمة تجمع الإخوة العرب جميعا. شكرا. تفضل دوزيام رونجي. تفضل واحد فيكم، لأن من الصعب أننا كل الأسئلة نأخذه. تفضل. السلام عليكم. يا سيد فطامي من الإذاعة الجزائرية. سيد الوزير، هل هناك اتفاق صريح لتأسيس منطقة تبادل تجاري حر بين البلدان العربية في ظل التنامي المتسارع للتكتلات خاصة الجهة الغربية؟ استاذ صلاح. طيب استاذ صلاح بشكل استثنائي ثم نصعد الى الصف الثاني. صراحة مع نائب رئيس تحرير وكالة انباء الشرق الاوسط المصري، ما هي التدابير التي اتخذتموها في المجلس الاقتصادي والاجتماعي للحد من اثار الازمة الاقتصادية العالمية على الشعوب العربية؟ شكرا. الصف الثاني. هذا شيء حاجة للتطوير المصرية.
يعني الحقا بسؤال الزميل حول تفعيل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، ماذا تم بشأن تفعيل إقامة الاتحاد البنوك العربي خاصة وأنه كان يتم الإعداد لإقامته منذ عدة سنوات؟ شكرا. سيد الوزير، أوروبا وكثير من الدول من الأخ باش أوروبا وكثير من الدول المتقدمة تعيش أزمة خلال هذه الفترة، سواء بسبب الكوفيد أو بسبب الأزمة الأوكرانية الروسية. هل من توصيات فعلية لوزراء التجارة ووزراء الاقتصاد اليوم من أجل استغلال هذه الفرصة، فرصة الأزمة الموجودة في أوروبا وفي هذه الدول، حتى يكون دفع قوي للاقتصاد العربي، خاصة ونحن نعرف أن أزمة المحروقات هنا داخل قاعدة اجتماع كثير من القائدين في قطاع المحروقات هم عرب. تفضل يا دكتور. التجارة الكبرى كان هناك في توصية أو قرار بشأن تكليف المجلس الاقتصادي والاجتماعي لتكريم آلية التزام الدول الأعضاء وقرارات المجلس الاقتصادي بخصوص منطقة التجارة الكبرى العربية الكبرى. كان هناك في أيضا مواضيع تتعلق بالاتحاد الجمركي العربي، وأيضا تكليف لجنة في هناك لجنة عربية الاتحاد الجمركي تكليف الانتهاء من طلبات إقامة الاتحاد الجمركي العربي، وهناك أيضا تكليف القضايا العامة للتعاون مع الدول لتفعيل اتفاقية تحرير التجارة لخدمات بين الدول العربية. وبشأن بخصوص الشؤون الجمركية أيضا كان هناك في قرار بحث الدول العربية على سرعة انتهاء إجراءات توقيع والتصديق على اتفاقية تنظيم النقل والعبور الترانزيت بين الدول العربية حتى يتسنى دخول حيز التدخل. هذه أهم القرارات اللي صدرت حول منطقة التجارة الكبرى. شكرا. أكيد يعني أنا في ردي كما أشارت الدكتورة، هذه المنطقة هي موجودة لكن تشوبها كثير من العقبات وكثير من المشاكل. الإخوة الخبراء والوزراء تحدثوا على سبل تفعيل هذه المنطقة، وكانت في مقترحات من أجل تطويرها. أنا مع الأسف الشديد علاقات التجارة البينية بين دول عربية تكون شبه قليلة جدا لو تم مقارنتها بحجم التبادلات التجارية لهذه الدول مع الفضاءات الأخرى. بالتالي كانت فيه توصيات من أجل تفعيل هذه المنطقة بما فيها اتحاد الجمركي العربي إن شاء الله. أما فيما يتعلق بالمحيط اللي يدور فيه العالم العربي، أكيد أخذنا بالاعتبار هذه الأزمات المتعددة، سواء في 2020، 21، كوفيد 19، 21، 22، أزمة أوروبا وغير ذلك، تداعياتها كلكم تلاحظون بين جميع الدول العربية كانت من بين الدول التي دفعت فاتورة كبيرة سواء في الأزمة الأولى أو الثانية. لذلك أصبح الآن من الواجب على الدول العربية التكامل فيما بينها في الجانب الاقتصادي. لذلك من بين التوصيات كان الأمن الغذائي، يعني أخذ حصته في النقاش وأخذ حصته في هذه البنود، لأن تجربة ما وقع في كوفيد 19 وما وقع في وما يقع الآن في أزمة أوروبا والنتائج السلبية التي أثرت على كل العالم، أصبح الآن لابد أن نبحث مع بعض كيف نحقق الأمن الغذائي العربي المشترك. لذلك تم أخذ هذه التداعيات بعين الاعتبار، وكانت التوصية تنهى في تطوير وتشجيع التبادل التجاري العربي وإقامة المشاريع العربية من أجل تحقيق الأهداف السامية لهذه الدول. معالي الوزير، مريم شعبية من وكالة الأنباء الجزائرية قسم الإقصاء.
الاقتصادي. معالي الوزير، تم تناول نسبة 10% فقط من التجارة البينية العربية، هل في توجه أو نقدر نقول قرارات لجعل التجارة ما بين الدول العربية كأولوية، لإبقاء الإنتاج العربي في الإطار العربي كأولوية؟ نعرف أن الاتفاقيات الثنائية مع الدول الأجنبية قد تضغط على العديد من الدول العربية في هذا الجانب، لكن هل في يعني دراسة لهذا الملف تحديدا، خصوصا مع مبادرات إعادة تفعيل منطقة التجارة الحرة العربية، ويعني جعلها يعني في خدمة أهداف تنمية مستدامة الدول العربية؟ سيد الوزير، ومع احترام ردودكم، هناك إجماع على أولاً بالقسم على جيش قناة الوطنية الجزائرية، هناك إجماء على الإخوة زملاء السكفي هنا على أن الأمن الغذائي حتى في الأشغال الأمن الغذائي وأهم نقطة، ولكن الردود ردود معاليكم ومعالي الدكتورة يعني صراحة بقيت كردود عامة. نريد يعني تشخيص الوضع حتى لا تبقى، نريد أن نسقط عبارة اتفق العرب أن لا يتفقوا، وتكون الجزائر أن تسقط هذه العبارة بأن تعطونا ردودكم من حصلت على الإجراءات الجمركية والتبادل التجارية. قبل الوصول للإجراءات الجمركية والتبادل التجارية يجبنا أن نتحدث عن الإنتاج. مثلا هل هناك توصيات بخصوص مثلا ما عاشته مثلا كمثال فقط شقيقة جمهورية مصر مع قضية القمح في الأزمة الأوكرانية، كيف يكون لها بديل في الوضع العربي؟ إذا ربما نقول مثلا استغلال الأراضي الخصبة في الجزائر وفي مصر أو في غيرها من الدول في مثلا في الحبوب، استغلال قضية اللحوم بدعم دولة السودان مثلا، استغلال قضية التمور في دول أخرى، استغلال قضية مثلا تكون هناك تنوع في هذه الاقتراحات. وإذا كان ربما ما زالت هذه الأمور تكونها ما زال يعني لم تفعل بعد ربما في التوصيات، لا ندري إن كان ذلك. شكرا جزيلا. الأخ. شكرا معالي الوزير، أقتبس من كلمتكم في الاجتماع الصباحي. من معنا؟ أحمد الأشقر، اتحاد الإذاعات العربية. قلتم في كلمتكم الكريمة أن هناك أولويات لبرنامج العمل والسماح بأداء المهام بقواعد الشفافية وإلزام الدول الأعضاء بالقرارات الصادرة. اسمح لي أن أربط هذا الكلام الكريم الصادر عن سيادتكم برؤية الجزائر لملف قدمته لإصلاحات في الجامعة العربية. يعني هل لنا أن نسلط الضوء على هذه النقاط في الإصلاحات وما هي، وأن نشرك سعادة السفيرة في ذلك الأمر؟ شكرا. يعني احنا الان بالنسبه لموضوع اصلاح جامعه الدول العربيه، هذا موضوع اتخذ فيه قرار سابقا من قبل القمم العربيه، وتم تشكيل اربع لجان. هلا في لجنه البعد الشعبي براسها الجزائريه، وتم العمل من خلال لجنه منظمه المجتمع المدني المنبثقه عن المجلس الصيد الاجتماعي باعداد المعايير اللازمه للحصول منظمات المجتمع المدني على صفة مراقب في المجلس الصالح الاجتماعي زي الإفسوك في الأمم المتحدة، وتم إعدادها وإرسالها إلى رئيس لجنة البعد الشعبي اللي هو سعادة السفير الجزائري في جامعة المندوب الدائم لجامعة الدول العربية. وإن شاء الله بعد القمة سيتم العمل على دعوة لجنة البعد الشعبي اللي هي تشكلت قرار القمة إلى مناقشة هذه المعايير وطبعاً إقرارها. هلا في عندنا لجان أخرى، وكل لجنة من اللجان في إصلاح جامعة العربية ترأسها دولة من الدول المعنية العربية، هي التي تقوم بالعمل والإعداد. الأمانة العامة هي أمانة فنية لهذه اللجان، وليست هي العضو الرئيسي لهذه اللجان، لأن هذه اللجان بثقت وتم تشكيلها من قبل الدول العربية الأعضاء. هذا بالنسبة لإصلاح الجامعة. أما بالنسبة لمنطقة التجارة أختي اللي حدثت، يمكن إحنا تحدثنا عنها بشكل كبير جدا. في قضية موضوع القمة لا تأخذ بعين الاعتبار تفاصيل، إنما القرارات تكون عامة.
والأمانة العامة والدول العربية تفسرها على شكل برامج معينة وبرامج وخطة تنفيذية. لا تستطيع كل ما أن تقول لحوم من دولة لدولة والزراعة من دولة لدولة إلى آخره. هذه بتكون القرارات عادة قرارات عامة، والقرار يتم طبعاً من قبل الأمانة العامة والجامعة والدول العربية يتم تنفيذه وهو برنامج تنفيذه. وشكراً. شكراً دكتورة. أكيد يعني عندما نتكلم على أن نسبة التبادل بيني و10% هي نسبة رهيبة، وهذا ما تم الإشارة إليه ليس اليوم منذ سنوات، وهذا ما يسعى إليه المجلس من أجل رفع هذه النسبة. يمكن المنطقة الحرة ستكون إحدى هذه البدائل، لكن كلكم تعرفون المعوقات الكبيرة التي تعترض أولاً هذه المنطقة وتعترض التبادلات التجارية بين الدول العربية. فالمجلس يسعى من خلال توصياته إلى تذليل كل السعر، تذليل كل العوائد من أجل رفع هذه النسبة إلى نسبة معقولة مقبولة، خاصة أنتم تعلمون جيدا الإمكانات الكبيرة الموجودة في كل قطر من أقطار العالم العربي، لذلك هذا هو المبتغى. أما فيما يتعلق بالأمن الغذائي، المجلس صادق على 24 بند، وهذه البنود سترفع إلى القمة عندما يتم المصادقة على مقاطع الرؤساء والملوك. ستصبح هذه البنود في متناول الجميع ويمكن الاطلاع عليها، وتلاحظون بأن فيه توصيات جريئة. لماذا؟ لأن ما عاشه العالم العربي في 2020 21 22 ما عاشه العالم العربي من ردات أزمة كوفيد وأزمة أوروبا الشرقية خلى جميع الدول أنها تأخذ بعين الاعتبار الأمن الغذائي. كان توافق، يعني كان نقاش من إخواننا المبادرة الكويتية الجزائرية السودانية وغير ذلك، يعني لا يخفى عليك بأن الأمن الغذائي أصبحت الآن أولوية الأولويات. ومن فيه بن آخر تم مصادقة عليه ونشرته إليه فيما يتعلق بالتنمية الزراعية العربية المستدامة، وبالتالي تلاحظ بأن هذه الجوانب لم تكن جوانب اعتباطية هكذا، بل جوانب ومحاور مهمة تم أخذ الوقت الكافي من طرف الخبراء وغير ذلك اللي درستها. ونأمل إن شاء الله بعد المصادقة عليه من طرف المجلس أن يتم تجسيدها في الميدان، لأن أمن وأمن غذائي مشترك في العالم العربي. وأعتقد أن الدروس التي استخلصت من جميع الدول العربية بعد هاتين الهزتين تجعل بأن الأمن الغذائي العربي ليس حلم بل واقع إن شاء الله سيتم تحقيقه بمبادرة، يعني بمشاركة الجميع بدون استثناء، سنصل إلى ذلك. أما قضية الإصلاح، المجلس الاقتصادي والاجتماعي دوره هو دور اقتصادي واجتماعي. ما هي السبل والآليات التي يمكن اتخاذها من طرف الإخوة العرب من أجل تطوير اقتصادي؟ أيضا الجانب الشق الثاني هو الجانب الاجتماعي، كل ما يتعلق بالقراءة، الدراسة، كل ما يتعلق بالظروف الاجتماعية للمواطن تم أخذ بعين الاعتبار من بين هذه 24 توصية أو 24 قول. سيد الوزير، خمسة وخلاص. خمسة وخلاص. سيد الوزير، تفضلي. سيد الوزير. تفضلي. لا لا لا، خمسة وخلاص. أنا أعتذر. نبيلة خشن كانت الأنباء الجزائرية قسم اقتصادي. تكلمتم عن تفعيل بند من البنود للمجلس الاقتصادي والاجتماعي يتعلق بتفعيل المنطقة التجارية الحرة العربية الكبرى، وكذا بالنسبة للاتحاد الجمهوري. هل هناك بند يتكلم عن تفعيل الأسطول التجاري البحري بين البلدان العربية لتطوير هذه التجارة البينية؟ كل الكلام بزايرين على سأعطيك. لا ما في عنصرية، احنا إخوة عرب، ما نكتب في جبهة أي شخص فيكم جنسيته أو بلده. أعطيني السلام عليكم معالي الوزير. نجوى جدي من التلفزيون الجزائري. فقط
تتكلم عن جانب التضامن العربي، خاصة وعديد من الدول العربية تعاني أزمات في الغذاء وتعاني من شعوبها من الجوع، يعني في واقع مؤسف. أين قرارات مجلس الاقتصادي والاجتماعي من هذا التكافل والتضامن العربي الذي يجب أن يكون فعالا، خاصة فيما يظل بما يعيشه اليمن والصومال ودول عربية أخرى تحتاج فعلا إلى تكافل عربي؟ أعطي من أصلي كي لا يحصل برنامي التحيز. شكرا مع الوزير. السؤال مفضل ملح. من الأخ الكريم؟ أنا عاود الغنام مراسل قناة إكسترا نيوز المصرية. تفضل. ربما السؤال الملح الآن على أذهان كل الأمة العربية، لماذا لا يكون هناك اجتماعاً عاجلاً على مستوى القادة العرب بشأن قمة اقتصادية فقط؟ هل تعلم أن هناك قمة دورية للعرب العربي على مستوى القادة هي قمة اقتصادية؟ لكن هل هناك أسوأ من الواقع الاقتصادي الذي يعيشه العرب الآن وفي القلب منه الأمة العربية يستدعي عقد مثل هذه القمة العاجلة؟ هل ناقشتم هذا الأمر حتى تخرج قمة الجزائر بالفعل بشيء مغاير؟ لأن هناك رهان كبير من الشعوب العربية، نتحدث عن نحو 600 مليون عربي يراهنون على هذه القمة أن تكون قمة فاصلة في ظل التحديات الكبيرة التي تعاني منها حقيقة الأمة العربية وفي المقدمة الأزمة الاقتصادية الطاحنة. تفضل أخ. سأختم بك وعد. سيد الوزير مساء الخير، جازي عبدو، إذاعة الوطنية، إذاعة الجزائر الدولية. ما هي المقترحات التي تقدم بها الوفد الجزائري في المجلس الاقتصادي والاجتماعي في جامعة الدول العربية؟ شكرا. تفضل أخ. أعطيني أخ. كنت سيد الوزير خالدين بطرس من قناة الدولية الجزائرية. أود التطرق إلى مسألة الاستثمارات في الوطن العربي، أي غير ممكن يعني الوصول إلى الأهداف المسطرة من دون استثمارات، وما فيش استثمارات من دون أموال. والجميع يعلم أن الوطن العربي ودول الجامعة العربية مقسمة إلى قسمين، إلى قطبين. فيه قطب دول يعني قوية من الناحية المالية تملك صناديق استثمارية قوية جدا، وفيه دول مثل الجزائر أو مثل دول مصنعة ولها قدرة في الإنتاج. يعني ما محل مسألة الاستثمارات العربية ربما في منطقة مثل الخليج في دول أخرى عربية يمكنها لها القدرة يعني على الإنتاج والتصدير في مناطق عربية وحتى إفريقيا؟ بعد الفلسطيني يعطيك الكلمة واحد. شكرا الوزير. بداية أود أشكركم، إن شاء الله بإذن الله تكون قمة موفقة بقيادة فخامة الرئيس عبد المجيد تبون. حقيقة مع الوزير ومع السفيرة، يعني الشعب الفلسطيني يتطلع من الكثير من هذه القمة في دعمه اقتصاديا وفي دعمه اجتماعيا. هناك قرصنة إسرائيلية تسرق، الأموال الفلسطينية تسرق على مدار أكثر من عام، الموظف الفلسطيني لا يحصل على مرتباته كاملة، وهناك شبكة أمان مالية يعني لابد أنها تفعل، هناك شركات أصلاً تطالب بضرورة تنفيذ القرارات الخاصة بمقاطعة جميع الشركات التي تدعم الاستيطان. ما هي أهم التوصيات التي استنتجت من هذا الاجتماع في دعم الاقتصاد الفلسطيني؟ شكرا مع الوزير، شكرا مع السفير. تفضل مراد. ثم الأخت والأخت والأخت. مساء الخير مع الوزير. سؤال مشترك لمعاليكما. أنا مراد فتحي، كبير مراسل أخبار بالهيئة الوطنية للإعلام في جمهورية مصر العربية ضمن لجنة الإعلام للجامعة العربية. لاحظنا كل الأسئلة ركزت على الجانب الاقتصادي، نريد هناك جوانب اجتماعية في الملف الاقتصادي والاجتماعي، خاصة ما يتعلق بدعم اللاجئين والنازحين السوريين في الدول العربية، دعم الصومال، دعم الجمهورية اليمنية، إنشاء مركز للجانب الفلسطيني. نريد التركيز على الجانب الاجتماعي خاصة أنها تمس مباشرة المواطن العربي. شكرا. أسراء خليفة من شبكة الإعلام العراقي. طبعاً موضوع المستثمر العربي، المستثمر العربي دائماً يلجأ إلى الخارج لأنه وجود قوانين تحمي هذا المستثمر.
لذلك نتمنى أن يكون هناك قوانين تحمي المستثمر العربي في الدول العربية، خاصة التأشيرة، والتأشيرة مهمة جدا، والأموال وانتقال الأموال بين الدول العربية. وبالنسبة للعراق، يعني الأمن المائي للعراق الآن أصبح جافا، يعني هناك قطع للمياه من قبل تركيا وإيران، والأمن المائي بالنسبة للعراق مهم جدا في الزراعة وغيرها. شكرا جزيلا. ونختمها بأخت فضل. سهيلة الهاشمي من القناة الثالثة الإذاعة الوطنية. سؤالي سيد الوزير يعني عن اقتراحات الجزائر، لكن هناك يعني تناقض في بعض التطبيقات يعني لي ريزوليوشن انتيريور تاع لا ليغا عرب. اون مي اون بلاس ان مارشي ديشانج يعني عربي موحد، ولكن هناك يعني بعض البلدان تتخذ قرارات مناقضة يعني للمبادئ التي يعني اتفق عليها الجامعة العربية، مثل باغ اكزومبل ليست نيجاتيف دانتيرديكسيون لامبورتاسيون. اسكو هادو التناقضات يعني تعيق لا ميز اون بلاس دو فيريتاب مارشي عرب كومون، بيسكو ميم الجزائر يعني على اديري à l'AXAM en 2009 et les échanges ne sont pas très importants. Il y a droit à 4 milliards, 7 millions de dollars d'échanges en pratiquement 12 ans. Au sujet de Fanny, il y a les tirages de Jazeera, elle y a lieu de mettre les limites, il y a mis placer l'intérêt commun au-dessus des divergences politiques entre les États arabes. شكرا. إذا استسمح الجميع سأترجم سؤالها عند الإجابة. شكرا. يعني الوضع انه معظم الاسئله تشير الى الموضوعات الاقتصاديه، يمكن احنا تناولناها عده مرات. انا طبعا ساتناول الموضوعات الاجتماعيه اللي انتم كلكم غفلتوا على انه في المسار الاقتصادي وفي اجتماعي، والمسار التنموي لا يمكن ان نغفل ذلك. كان هناك العديد من الموضوعات اللي ذكرت، طبعا كان في موضوعات ذكرت حول الوضع في الصومال، الوضع الاقتصادي، وفي السودان، وفي فلسطين، والدول التي تلزح تحت موضوع اللجوء والنزوح ايضا، واثار كوفيد على الدول العربيه، وما هي الاثار الاقتصاديه والاجتماعيه وغيرها. لكن كان هناك في عده قرارات، كان في قرار بانشاء المركز العربي لرساله التمكين الاقتصادي والاجتماعي لدوله فلسطين. هذا كان من رسالة هامة جدا من القمة لإنشاء هذا المركز في دولة فلسطين. وأيضا هناك كان في موضوع يتعلق بمهنة العمل الاجتماعي، موضوع يتعلق بإعلان المرأة، إعلان المرأة العربية. وطبعا هذا مهم ليس فقط للمرأة، إنما مهم للأسرة العربية. هناك كان في موضوع يتعلق ببنود مختلفة حول إعلان المرأة العربية. وايضا هناك كان في بنود تتعلق بمواجهه التحديات الصحيه والانسانيه اللي تمر فيها بعض الدول العربيه زي اليمن والصومال والسودان وفلسطين وغيرها من الدول. فلا اريد ان اتحدث اكثر من ذلك سيد الرئيس، لانه موضوعات عديده وكبيره جدا. لكن بنهايه حديثي اشكر معالي الوزير على ادارته الحكيمه ايضا في هذا الاجتماع، واخذ بعين الاعتبار جميع الوفود والممثلين وسائل الاعلام المختلفه، واشكره على المشاركه في هذا المؤتمر الصحفي. شكرا. اكيد بالاضافه الى ما قالت الدكتوره، يعني السعي اكيد في مساحه التعبئه تحتاج منطقه تجاره حره عربيه من خلال اعطائها الديناميكيه ومكانتها الاساسيه. والسعي الى تفعيل الاتحاد الجمركي العربي من اجل تطوير هذا واخذ موضوع مكانته في الدراسه، وايضا تضامن في بعض القرارات تعلقت بدول مثل السودان، اليمن، فلسطين وغير ذلك، وهذا ايمانا من الاخوه العرب على ان هذه الدول لابد من المساعده وغير ذلك من هذه الاشياء. فيما يتعلق بقمه اقتصاديه، نتمنى ان شاء الله في المستقبل تكون قمه اقتصاديه
مجلس الاجتماعي الاقتصادي وقمه مصغره اقتصاديه. اسمح لي، القمه الاقتصاديه والاجتماعيه تتابع معايا في موريتانيا ستكون عام 2023 ان شاء الله. بالنسبه لمقترحات الوفد الجزائري على سبيل فقط كان فيه اشكاليه في الاقتصاد غير رسمي في الدول العربيه، موضوع طرح من طرف الجزائر، قضية الدفع الإلكتروني في تعزيز الشمول المالي، قضية تحسين النوعية التكنولوجية للقمح المنتج محليا، قضية الاستعمال عقلاني للمكننة في المحاصيل الكبرى وتنمية تقنيات سير الأراضي، قضية حماية وإعادة تأهيل المراعي الطبيعية المتدهورة في الدول العربية، تبادل الخبرات بين الدول العربية في مجال تربية الإبل، وغيرها من المسائل التي يطرحها الوفد الجزائري. فيما يتعلق بالاستثمارات أكيد، لأن العلاقات التي تبنى فقط على التبادلات التجارية فيها هي علاقات قصيرة المدى، ستنتهي بمجرد أن تنتهي عملية التبادل، لأن كل دول تصعد إلى تحقيق ما يسمى بالاكتفاء الذاتي، وبالتالي عندما يكون في اكتفاء ذاتي ما يكون في استيراد، وبالتالي توقف العلاقة التجارية. نحن نبتغي أن تكون علاقة مستدامة، علاقة مبنية على أسس صحيحة وهي قائمة على الاستثمار، تجارة زائد استثمار يخلق هذه العلاقة المستدامة التي تدوم بدوام تلك المؤسسات وتلك المشروعات التي تم الإقامة عليها وتم تناولها والحديث فيما بين الخبراء. فيما يتعلق بسؤال الصحفية الجزائرية، هي تكلمت حول قرارات يعني طرحت إشكالية عدم تطبيق القرارات من طرف كثير من الدول، وهذه النقطة تم تناولها من طرف الخبراء من خلال بند يعني يطلب ويلزم الدول بتطبيق القرارات التي تكون صادرة من هذا المجلس. الموضوع الثاني اللي طرحته الأخت هي ما يسمى بالقوائم السلبية التي تعترض العلاقات التجارية البينية العربية. أعتقد أن الإشكال لا يطرح في القوائم السلبية، لأن كل الدول أزاحت تلك القوائم. في بعض العوائق الغير جمركية الغير معلنة هي التي الآن تعيق مع الأسف الشديد التبادلات التجارية العربية، لأن الآن من ناحية النظرية تقريبا كل الدول قامت بقبول ونزع القوائم السلبية، وبالتالي لا يوجد هناك قوائم. لكن ما يلاحظ في الميدان مع الأسف الشديد أن في بعض الإجراءات تتخذ هنا وهناك غير مصرح بها، غير جمركية تعيق. لذلك الحديث على إعطاء هذه المنطقة مكانتها، إعطاء هذه المنطقة دورها لكي تضاعف حجم التبادلات البينية العربية إلى الأرقام التي تليق يعني بشكل صريح تليق بمقام الدول العربية مجموعة. إذا 24 بند 24 توصية كبرى تم اعتمادها ورفعها إلى القمة، قمة الرؤساء، إن شاء الله نتمنى بعد المصادقة عليها ستنشر هذه البنود والتي ستكون إن شاء الله نتمنى أن ترجع بالخير على اقتصادية الدول العربية والعلاقات الاقتصادية والاجتماعية العربية. قبل ما أختم أجدد أولا شكري إلى إخوة أخت وزير التجارة التونسية على إدارتها لمجلس أعمال اقتصادي في الدورة 30، أشكر جزيل الشكر على المجهودات التي بذلت من الشقيقة تونس، كما أشكر جميع الوفود بدون استثناء على رحابة صدرهم وعلى نقاشهم الأخوي الفيار فيما بين جميع الدول العربية واللي أدى إلى المصادقة على هذه 24 بند، كما أشكر كل إطارات الجامعة العربية على رأسهم الدكتورة على ما قاموا به خلال هذه الأيام، ومن قبل من هذا العمل عنده أشهر ويتم تحضيره للوصول إلى هذه البنود. أشكرهم جزيل الشكر وأجدد أن لقاء الجزائر هو لقاء الأخوة ولقاء الإخاء ولقاء لم الشم، وحتى الآن نقول بأن وفقنا في ذلك، لقد لم الشم الجامعة العربية في الجزائر، وستكون إن شاء الله قمة الجزائر قمة خير، قمة فلاح، قمة ليس فقط للدول العربية حتى للشعوب العربية. وأشكركم جزيل الشكر وأعتذر من الصحفيين الذين لم أمنح لهم طرح سؤالهم، وأجدد اعتذاري مرة أخرى وشكرا، والسلام عليكم.